مرحبا يا جماعة، اليوم عيد وائل كفوري ومثل العادة أنا أكيد ماني معزوم. خلينا نشوف شو راح يصير، إذا راح يستقبلوني أو شحط. أهلا وسهلا فيكم، تفضل. سيرين عبد النور، اهلا وسهلا فيك بتجاني وين ما كان. سيرين، شو بتتمني لوائل؟ بقدم ذكرى اصلا على النقل، ما بعرف انا مين. شو بتتمني لوائل؟ بتمنى لوائل، بتمنى له يا رب كل ايام وعيد وضل شوفه هيك بتمنى له وكل الناس اللي حواليه بتحبه بتضلها حواليه. اغنيه لوائل تهديها لفريد؟ لا، كل اغاني وائل فيها حب بلا فراق بهديها لفريد. ان شاء الله ما بتشوف الفراق ابدا بحياتك، لا انت ولا فريد. تاتيانا صاروخين، شو بتتمنى لوائل؟ بتمنى له كل الخير والنشاط، بس انا مش هطلع من هون. مشحوط او لا؟ I love you. بقول لك حضرة النائب او لغيوا الالقاب؟ لا، انا ضد الالقاب. ضد الالقاب، شو بتتمنى لوائل؟ انا يعني اول شغله بدي اقول لك انه شوف هالنموذج اللي وائل جامع الناس كلها من كل المناطق وكل الطوائف كل الاديان على محبته وعلى احترامه لإله واحترامه لإله. نور الشمس، نور جبينك انت الامس. عمري سي اشتقت لك كثير، اول شيء كلنا اشتقنا لك. شو بتتمنى لوائل باسكال؟ بتمنى له الصحه يا رب، ويخلي له عائلته ويخلي له بناته ويخلي له امه واهله، ويضلوا مدور بالسما لبنان ووطن العربي بالاغنيه اللبنانيه، ونحافظ على الاغنيه اللبنانيه، وقال له يعطي الف صحه على صوته يا حبيبي يا رب. العيد بالطيف ما قدك لا تمام، وللطيف من الهنا ريمان جيم. شو بتتمنى لوائل كفوري؟ كتير قوي، أحسن واحد بالعالم. شو بتتمنى؟ يكمل 45 سنين بنجاح وصحة وفرح. خيي إيميليو، شو بتتمنى لوائل؟ وائل حبيب قلبي خيي، وبتمنى له كل الخير والنجاح. تعال هون، تعال هون ملك الملوك. أنا جيت بوسوار. يا شو أمنيتك لوائل؟ انه يضل مبسوط وحياته تضل حلوه يا رب. يلا هابي بيرثدي وائل معنا. باي باي. خيي صدريك، يا صدريك، شو بتتمنى لوائل كفوري؟ دايما نضل الاول. اوكي، بيستاهل، بيستاهلوا دايما. بونسوار نيشان، اهلا وسهلا فيك بتجاني وين ما كان على ام تي في. شو بتتمنى لوائل؟ بتمنى يعيش قد ما بيرزق له ويفرح. بتمنى له لوائل مثل ما كل سنه تعودنا، نجاح ورا نجاح ورا نجاح، كل التوفيق يا رب، وضل مبسوط. شو بتساله لوائل هيك سؤال؟ وحضرنا هلا على 2020. روبير، اعطيني عنوان، تخيل حالك بنشط اخبار، اعطيه عنوان خبر لوائل كفوري. اطيب قلب معزوم. والابداع، ومش رح اقدر اقول اكثر من هيك، يعجز اللسان عن التعبير. احلى غنية لوائل شو؟ كلهم حلو. شو بتتمنى لوائل؟ شو عبالك تقول له لوائل؟ كيف توصف وائل؟ بدي اتمنى له طولة العمر، ومثل ما هو بيقول دائما انه الله يبعد عنه اولاد الحرام وعن كل انسان طيب، لانه وائل انسان طيب، فنان كبير من لبنان لازم نشوف حالنا فيه. اختي جويس، شو بتتمنى لوائل؟ بدي اتمنى له العمر كله.
هو بيستاهل عمرين وثلاثة وأربعة. بدي أقول له إنه هو هون، بدي أقول له إنه رح يضل حسرهم بعين الكل. وبدي أقول لك شغلة كتير حلوة، سكربينتك يلي لبستيها فرجيني شو حلوة. يا ريت بتعبت بهيدي حبيبتي، عم تتعبي. نانسي نصر الله، شو بتتمني لوائل؟ أول شيء نقصني، وبدي أتمنى له كل النجاح وكل الصحة، وإن شاء الله بيضل على عرش الفن ملك. Love you. ناجي القصة، شو ابن زحلة شو بيتمنى لابن زحلة اليوم؟ أنا بدي أقول له عبال مية يا رب أول شيء، وما بيلبق له إلا الفرح والنجاح اللي على طول كل سنة عن سنة عم تشوفه أكبر وأكبر. أنا كابن زحلة أول شيء بشوف حالي فيه، وكفنان من لبنان بشوف حالي فيه أكثر، لأنه هو محمل الفنانين اللبنانيين مسؤولية كثير كبيرة. وحدة زحلة يا دار السلام. زحلة يا دار السلام، فيك مربى لسودة على الدم، والله ما ننام الموت ببوز البارودة. وين يو؟ شو؟ شو؟ يا جماعة، وائل كفوري قليل الكلام، واليوم قرر يترك الكلام كله لضيوفه. بدي أقول له لخي وائل ينعاد عليك وعبال كل سنة، وتانكيو انكم استقبلتوني خي.